أعزائنا طلاب الصف الثاني الثانوي العلمي، نرحب بكم عبر المنصة التربوية. درسنا اليوم هو النسب المثلثية دساتير الجمع والمضاعفة من الجزء الثاني من الوحدة الثانية. إذا النسب المثلثية دساتير الجمع والمضاعفة، نقصد بها هي النسب المثلثية لمجموع أو فرق زاويتين، والنسب المثلثية لمضاعفات زاوية، وما هي العلاقات التي تربط بين هذه النسب. أولا دساتير الجمع مبرهنة 9، أيا كانت الأعداد الحقيقية A و B. أولا كوساين A ناقص B يساوي كوساين A ضرب كوساين B زائد ساين A ضرب ساين B. إذا تجاب A ناقص B يساوي تجاب A ضرب تجاب B زائد جاب A ضرب جاب B. ثانيا كوساين A زائد B يساوي كوساين A كوساين B ناقص ساين A ساين البي. لاحظ الإشارات، كوساين A ناقص B هنا لدينا إشارة زائد، أما كوساين A زائد B فبين الحدين هنا لدينا إشارة ناقص. ثلاثة ساين A ناقص B يساوي ساين A ضرب كوساين البي ناقص كوساين الـ A ضرب ساين البي. رابعا ساين A زائد B يساوي ساين A ضرب كوساين البي زائد كوساين الـ A ضرب ساين البي. إذا هذه الدساتير الأربعة هي دساتير النسب المثلثية لمجموع أو فرق زاويتين. يجب أن نحفظ هذه الدساتير بشكل جيد لأنها تساعدنا كثيرا في العلاقات المثلثية، طبعا أثناء تفصيل العلاقات المثلثية. الآن سوف نعرض إثباتا سريعا للفائدة، فقط إثباتا سريعا لهذه المبرهنة. الإثبات، نرسم دائرة مثلثية C في معلم متجانس OIG. هذه دائرة مثلثية منسوبة إلى معلم متجانس OIG، ولتكن النقطتين A و B النقطتين من الدائرة C اللتين تحققان بالراديان أن الزاوية الموجهة بين الشعاع I شعاع الأساس على محور فواصل والشعاع OA الذي يحدد النقطة A على الدائرة المثلثية تساوي A. إذن الزاوية الموجهة بين الشعاعين I و OA يساوي A، والزاوية الموجهة بين الشعاعين I و OB يساوي B. إذا لاحظ هنا على الرسم، الزاوية الموجهة بين الشعاع I والشعاع OA يساوي A، والزاوية الموجهة بين الشعاع I والشعاع OB يساوي B. عندئذ كما نعلم أن الشعاع OA يكتب بالعبارة التحليلية بالشكل الآتي: كوساين A ضرب I زائد ساين A ضرب G. طبعا كوساين A هو مسقط النقطة A، مسقط الشعاع OA على محور الفواصل، وساين A هو مسقط الشعاع OA على محور التراتيب. إذا OA يساوي كوساين A ضرب I شعاع I زائد ساين A ضرب شعاع G، وشعاع OB يساوي كوساين B ضرب I زائد ساين B ضرب G. لكن استنادا إلى علاقة شال في الزوايا الموجهة، كما لاحظنا في من خواص الزوايا الموجهة أن الزاوية الموجهة بين شعاعين OA و OB تساوي الزاوية الموجهة بين شعاع I و OB ناقص قياس الزاوية الموجهة بين شعاع I و OA، يعني تساوي B ناقص A. إذا الزاوية بين شعاعين OA و OB هي B ناقص A. نحسب إذا الجداء السلمي OA للشعاعين OA ضرب OB بطريقتين، مع دائما مع نتذكر دائما أن نظيم الشعاع OA هو البعد بين النقطتين O و A. إذا OA يساوي OB يساوي الواحد، لأن هذه الدائرة هي دائرة مثلثية، فأي نقطة من محيط الدائرة تبعد عن المركز بمقدار واحد وهو طبعا نصف قطر هذه الدائرة. إذا نكتب الجداء السلمي OA ضرب OB يساوي كوساين A ضرب كوساين B، استخدمنا العبارتين التحليليتين للشعاعين OA و OB زائد ساين A ضرب ساين B. طبعا يمكن أن ننشر جداء سلميا، ثم كل طبعا حد فيه جداء شعاعين I ضرب G جداء سلميا يساوي صفر، السبب أن الزاوية بينهما هي زاوية قائمة قياسها B على 2. إذا ينتج لدينا أن الجداء السلمي لـ OA ضرب OB يساوي كوساين A كوساين B زائد ساين A ضرب ساين LB. أيضا من ناحية أخرى بطريقة أخرى، الجداء السلمي لـ OA ضرب OB هو نظيم شعاع OA يعني OA ضرب نظيم OB أي البعد بين O و B ضرب كوساين الزاوية الموجهة بين OA و OB، فهو يساوي 1 ضرب 1 ضرب كوساين B ناقص A. لكن كوساين B ناقص A ممكن أن نكتبها أيضا بشكل كوساين A ناقص B. نعلم طبعا نتذكر أن كوساين ناقص ألفا يساوي كوساين الألفا،
فإذا عكسنا إشارة الزاوية فيبقى للزاوية ونظيرها بالنسبة لمحور الفواصل يبقى لهما نفس قيمة الكوساين. الآن نستنتج من ذلك أن كوساين A ناقص B ما هو إلا كوساين A ضرب كوساين B زائد ساين A ضرب ساين B. الآن طبعا هذا الإثبات الأول على الأقل. العلاقة الثانية باستعمال كوساين ناقص X هي كوساين X، يعني باستبدال نستبدل كوساين X بكوساين ناقص X، وساين X ساين ناقص X بناقص ساين X، ونكتب A زائد B بالصيغة A ناقص ناقص B. نجد كوساين A زائد B تكتب كوساين A ناقص ناقص B، فهي كوساين A ضرب كوساين ناقص B زائد ساين A ضرب ساين ناقص B، لأن نستبدل كوساين ناقص B بكوساين B، وساين ناقص B بناقص ساين B، ينتج لدينا أن كوساين A زائد B يساوي كوساين A كوساين B ناقص ساين A ضرب ساين B، وهي العلاقة الثانية. العلاقة الثالثة لدينا ساين A ناقص B هو كوساين B على 2 ناقص A ناقص B، ويساوي كوساين B على 2 ناقص A زائد B. ومن هنا نستنتج أن ساين A ناقص B هو كوساين B على 2 ناقص A ضرب كوساين B ناقص ساين B على 2 ناقص A ضرب ساين B. لكن كوساين B على 2 ناقص A هي ساين A، وساين B على 2 ناقص A هي كوساين A. بالاستبدال نجد أن ساين A ناقص B هو ساين A كوساين B ناقص كوساين A ضرب ساين B. الآن بكتابة المجموع A زائد B بالصيغة A ناقص ناقص B والتعويض في العلاقة السابقة، نجد أن ساين A زائد B هو ساين A ناقص ناقص B، فهو يساوي ساين A كوساين ناقص B ناقص كوساين A ضرب ساين ناقص B. كوساين ناقص B هي نفسها كوساين B، وساين ناقص B هي ناقص ساين B، ينتج لدينا ساين A كوساين B زائد كوساين A ضرب ساين B، وهي العلاقة الرابعة. طبعا الضروري هو حفظ هذه العلاقات الأربعة ومعرفة كيفية تطبيقها مباشرة في المسائل، نطبقها مباشرة في المسائل. الآن الفقرة الثانية هي دساتير المضاعفة، أي ساين وكوساين ضعفي زاوية. إذا استبدلنا بالعدد ب العدد A في علاقتي كوساين A زائد B وساين A زائد B اللتين وجدناهما في الفقرة السابقة، نجد أن كوساين 2A هي كوساين مربع A ناقص ساين المربع A، وهذه العلاقة الأولى. إذا كوساين ضعفي زاوية يساوي كوساين مربع A ناقص ساين مربع A، وساين 2A هو 2 ضرب ساين A ضرب كوساين A. هذان دستوران هما دستورا المضاعفة. إذا كوساين ضعفي زاوية يساوي كوساين مربع الزاوية ناقص ساين مربع الزاوية، بينما ساين ضعفي زاوية فهو يساوي 2 ضرب ساين الزاوية ضرب كوساين الزاوية. باستعمال مساواة كوساين مربع زائد ساين مربع يساوي الواحد نحصل أيضا على علاقتين الآتيتين. إذا يمكن أن نستبدل بدلا عن كوساين A مربع بواحد ناقص ساين مربع في العلاقة السابقة في حالة كوساين 2A، نحصل على العلاقات الآتية: كوساين 2A هي 2 كوساين مربع A ناقص 1، وأيضا إذا استبدلنا بدلا عن ساين مربع A بواحد ناقص كوساين مربع A ثم التبسيط، نجد أن أيضا كوساين 2A يكتب 1 ناقص 2 ساين مربع A. إذا كوساين 2A يكتب بثلاثة صيغ: إما كوساين مربع A ناقص ساين مربع A، أو 2 ضرب كوساين مربع A ناقص 1، أو 1 ناقص 2 ضرب ساين مربع A. يمكن استخدام أي صيغة حسب الحاجة لها في المسألة. بينما ساين 2A فهو يكتب 2 ضرب ساين A ضرب كوساين A. العلاقتين الأخيرتين يمكن أن نكتبهما بالصيغتين المكافئتين الآتيتين. طبعا الصيغتين المكافئتين هي الصيغة الأولى كوساين مربع A، يمكن أن ننقل ناقص 1 إلى الطرف الثاني ثم نقسم الطرفين على العدد 2، فينتج لدينا أن كوساين مربع A هو 1 زائد كوساين 2A على 2. طبعا وساين مربع A هو 1 ناقص كوساين 2A على 2. هذه الدساتير هي دساتير مربعات النسب المثلثية لزاوية بدلالة تجاب ضعف هذه الزاوية. إذا مربعات النسب المثلثية لزاوية بدلالة تجاب ضعف هذه الزاوية، يمكن أن نستخدمها إذا علمنا كوساين ضعف الزاوية لمعرفة كوساين مربع هذه الزاوية ثم كوساين الزاوية، وساين مربع الزاوية ثم ساين الزاوية. إذا دساتير هامة تستخدم في تبسيط العلاقات المثلثية. الآن تذكر أن ساين X هو نفسه كوساين B على 2 ناقص X، وهذا ما استخدمناه في الفقرة السابقة، وكوساين X هو ساين B على 2 ناقص X. الآن
لنأخذ مثال عن اختزال صيغة وإثبات مساواة. إذا الآن لدينا أربعة قوانين هي عبارة عن دساتير مجموع أو فرق زاويتين، نسب مثلثية لمجموع أو فرق زاويتين، وأخذنا أيضا دساتير المضاعفة، ثلاثة دساتير للكوساين ودستور للساين. ساين 2a هو 2 ساين a كوساين a، كوساين 2a هو كوساين مربع a ناقص ساين مربع a، أو 2 كوساين مربع a ناقص 1، أو 1 ناقص 2 ساين مربع ال a. الآن يمكن أن نستخدم هذه الدساتير كلها في اختزال صيغة ما أو إثبات صحة مساواة. سؤال الأول، بسط كتابة المقدار أو التابع. fx يساوي كوساين 5x ضرب كوساين 3x زائد ساين 5x ضرب ساين 3x. ثانيا، أثبت أنه أيا كان العدد الحقيقي x، كان كوساين x زائد ساين x هو جذر 2 ضرب كوساين x ناقص b على 4. ثالثا، أثبت أنه أيا كان العدد الحقيقي a، كان 1 زائد كوساين a زائد زائد ساين ال a يساوي 2 ضرب كوساين a على 2 ضرب بين قوسين كوساين a على 2 زائد ساين a على 2. لإثبات صحة مساواة نتذكر يكفي إجراء تحويلات على أحد طرفيها للوصول إلى الطرف الآخر. يمكن أن ننطلق من الطرف الأيسر، وطبعا بإجراء تحويلات استخدام طبعا دساتير معينة خاصة دساتير تعلمناها في هذا الدرس للوصول إلى الطرف الأيسر، أو بالعكس استخدام الطرف الأيمن والبداية منه للوصول إلى الطرف الأيسر. طبعا هذا يحدده طبعا الحدود الموجودة في كل من الطرفين حتى نقرر من أي طرف علينا أن نبدأ. الحال الأولى، نعلم أن كوساين A ضرب كوساين B يساوي زائد ساين A ضرب ساين B يساوي كوساين A ناقص B من دساتير مجموع أو فرق زاويتين، نسب مثلثية لمجموع أو فرق زاويتين. إذن FX يساوي، يمكن أن نكتب مباشرة FX يساوي كوساين 5X ناقص 3X، فهو يساوي كوساين 2X. الآن ثانيا، جذر 2 كوساين x ناقص b على 4 هو جذر 2، نستخدم الآن دستور كوساين فرق زاويتين، فهو جذر 2 ضرب بين قوسين كوساين x كوساين b على 4 زائد ساين x ضرب ساين b على 4، فهو يساوي جذر 2 ضرب، طبعا كوساين b على 4 هو إما جذر 2 على 2 أو 1 على جذر 2، هنا استخدمنا 1 على جذر 2 ضرب كوساين x زائد 1 على جذر 2 ضرب ساين x. طبعا بنشر جذر 2 على هذا المجموع والاختزال نصل الى الطرف الثاني هو كوساين اكس زائد ساين الاكس، وبذلك نكون قد اثبتنا صحه الخاصه 2. 3، نعلم ان كوساين اي هو 2 ضرب كوساين مربع نصف الزاويه، يعني 2 ضرب كوساين مربع اي على 2 ناقص 1، وساين اي هو 2 ضرب ساين اي على 2 ضرب كوساين الاي على 2. إذن 1 زائد كوساين A زائد ساين A، يمكن أن نستبدل كوساين A ب2 كوساين مربع A على 2 ناقص 1، ويمكن أن نستبدل ساين A ب2 ساين A على 2 ضرب كوساين A على 2، ثم بإخراج 2 كوساين A على 2 عامل مشترك بين القوسين يبقى لدينا بين القوسين كوساين A على 2 زائد ساين A على 2، وهو الطرف الثاني. مثال، النسب المثلثية للزوايا 7b على 12 وb على 8. إذا نريد استنتاج النسب المثلثية لكل من هاتين الزاويتين. سؤال الأول، بملاحظة أن 7b على 12 هي مجموع b على 3 زائد b على 4، احسب كوساين 7b على 12 وساين 7b على 12. 2، بملاحظة أن 2 ضرب b على 8 يساوي b على 4، احسب كوساين بي على 8 وساين البي على 8. الحل، اولا انطلاقا من مساواة 7 بي على 12 يساوي بي على 3 زائد بي على 4، يمكن ان نكتب مباشرة كوساين 7 بي على 12 هي كوساين بي على 3 زائد بي على 4، فهي كوساين بتطبيق دستور كوساين مجموع زاويتين، فهو كوساين بي على 3 ضرب كوساين بي على 4 ناقص ساين بي على 3 ضرب ساين بي على 4. طبعا كوساين بي على 3 هي نص، كوساين بي على 4 جذر 2 على 2، إذا نصف ضرب جذر 2 على 2 ناقص ساين بي على 3 هي جذر 3 على 2 ضرب ساين بي على 4 هي جذر 2 على 2، بإخراج جذر 2 على 4 عامل مشترك. إذا هنا الحد الأول هو جذر 2 على 4، الحد الثاني هو ناقص جذر 3 ضرب جذر 2 على 4، ب
بإخراج جذر 2 على 4 عامل مشترى، يبقى بين قوسين واحد من الحد الأول ناقص جذر 3 من الحد الثاني. وهذا العدد، هذا العدد غير العادي، هو كوساين 7 بي على 12، وهو عدد حقيقي، وهو يساوي كوساين 7 بي على 12. أما ساين 7 بي على 12 فهو ساين البي على 3 زائد بي على 4، فهو يساوي ساين بي على 3 بتطبيق الدستور، ساين بي على 3 ضرب كوساين بي على 4 زائد كوساين بي على 3 ضرب ساين البي على 4. بالتعويض، ساين بي على 3 جذر 3 على 2 ضرب جذر 2 على 2 هي كوساين بي على 4 زائد 1 على 2 هي كوساين بي على 3 ضرب جذر 2 على 2. بنفس طريقة السؤال السابق نخرج جذر 2 على 4 عامل مشترك، يبقى بين قوسين 1 زائد جذر 3. إذن ساين 7 بي على 12 هو العدد الحقيقي، جذر 2 على 4 ضرب 1 زائد جذر 3. إذن نلاحظ بالنهاية أن طبعا هذه الدساتير، دساتير المضاعفة ودساتير الجمع، تفيد في تبسيط طبعا العلاقات المثلثية وفي إثبات صحة مساواة مثلثية. الآن ثانيا، باستعمال صيغ نسب ضعفي زاوية في حالة A يساوي B على 8، أي 2A بيساوي B على 4. لاحظ أن 2A هو B على 4، إذن A هو B على 8. نجد أن ساين مربع B على 8 هو 1 ناقص كوساين B على 4، لاحظ، على 2، ويساوي 2 ناقص جذر 2 على 4. وبالتالي كوساين مربع B على 8 هو 1 زائد كوساين B على 4 على 2، ويساوي 2 زائد جذر 2 على 4. لكن العدد بي على 8 ينتمي إلى المجال 0 بي على 2. إذن النسب المثلثية للعدد بي على 8 هي من الربع الأول، فهي موجبة. إذن كوساين بي على 8 أكبر تماما من الصفر، وساين بي على 8 هو أكبر تماما من الصفر، وعليه فإن كوساين بي على 8 هو جذر هذا العدد، فهو جذر 2 ناقص جذر 2 على 4، يعني جذر 2 زائد جذر 2 على 2. أما ساين البي على 8 فهو جذر 2 ناقص جذر 2 على 2. في النهاية نتمنى أن طبعا تحلوا أسئلة التدرب حتى تطبقوا ما تعلمتم في هذا الدرس، وشكرا لكم.